مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة زابليند. في أول فقرة، وبعد طول انتظار الشعب الجزائري لتساقط الأمطار، ولولا رحمة الله بينا كانت رايحة تصرى كارثة طبيعية، هي الجفاف من جهة وخسارة في القطاع الفلاحي من جهة أخرى. أمطار غزيرة وثلوج على عدة مناطق خلات الجزائريين يستبشروا خير ويذكروا لطف الله بهم. ربي ورحمته الحمد لله يا اخو، استنيناها بزاف توحشناها يا اخو، ان شاء الله ربي يصفي القلوب والناس اللي تعبد ربي هكذا اخونا، وان شاء الله ربي يعفو علينا ويغفر لنا ان شاء الله، وان شاء الله الدوم قولوا الحمد لله بعد صلاة الجمعة ربي تقبلنا دعاء ان شاء الله، ونعم علينا ربي بهذا الشتاء ان شاء الله تكون شتاء خير علينا ان شاء الله وعلى جميع المسلمين. الحمد لله رزق من عند الله، هذا ربي هو اللي يرزق، يعني من السماء رزقكم. Les agriculteurs, sûrement, ça va leur faire plaisir. Les nappes phréatiques vont se remplir. Inch'Allah, les gens qui ont utilisé cette nappe, cette nappe qui a été donnée à Dieu, ils l'ont fait en place, c'est-à-dire dans les flèches, etc. Et pour que Dieu, comme on dit, nous avons utilisé cette nappe. احنا نقولوا الحمد لله الحمد لله، ربي ما في غير الخير، ان شاء الله الناس يعرفوا قيمه النعمه هذه، ان شاء الله يدوم علينا هذه النعمه وعلى الجزائريين الكل. الحمد لله يا رب العالمين، رزقنا ربي بنعمه باهيه كشي قدر خير، المطر هذه لا مليحه لا للبشر لا للمال لكل حاجه، جاب ربي الحمد لله رزق كبير. هاك تشوف الثلج المطر، الحاله مليحه زينه، ربي يزيدنا اكثر ان شاء الله. صفحة جريدة قناة البلاد تصل إلى 3 ملايين معجب من داخل وخارج الوطن، وهذا فضل جهود مشتركة وتعاون بين صحفيين تقنيين ومركبين وعمال كثر يسهروا من أجل إيصال رسائل واضحة ومفهومة وراقية للمجتمع. في فقرة الرياضة اخترنا لكم لقطات رياضية خطيرة وتحدي في مغامرات ما شكيتش الإنسان العادي يقدر يديرها. تصوير لحيوانات على طريقة سلو موشن، إبداع ولا أروع في هذه اللقطات الجميلة.
الضحك. أطفال جزائريين ومع لقص المرافق الترفيهية قاموا باختراع لعبة هيلة، شاهدوا معنا. حوادث المرور الخطيرة، اصطدامات وانقلابات ربما تخليكم تسوقوا في حذر وتجتنبوا السرعة. نشوفوا مع بعض في هذه الفقرة أشهر الأهداف الضائعة في كرة القدم ونولي لكم فقرة أخرى.
نروحوا نشاهدوا في فقرة أطفال طبيب يتحايل على طفل بذكاء، وهذا كله لإعطاء حقنة في فخده. Daddy's got your arms. Whoa, we don't like this. What's that? A one, a two, a ray. Good. Yeah. All right. Is it a one, a two, a ray? Good. Yeah. Your band-aids. What's that? Let's get this one on. You're gonna take it right off. I know you guys. You take them right off. We'll take them and say, good. All right, clean up, clean up. Everybody. منظر غريب وعجيب، سمكة تقوم بابتلاع سمكة أخرى من نفس حجمها، سبحان الخالق. دائما نتوقف عند عمالقة الفن والسينما الجزائرية. هذه المرة الفنان القدير عثمان عريوات وبعض اللقطات المضحكة من فيلم طبيب القرية. اي واحد حيدو ثلاث بيدو دارا ودرا انما عافر قش عشرة. يا رواناتا يا لالا خيرا يا طبرا وقت فلا راهي مرضت وانا جبت لكم الدراب المكلون واقدر تبعث لكم كبش هنا يا ان شاء الله تبرز ولد بحالكم عتروس وندير لكم قصعه وانت عايش اه الروانات يا يجاوبوني شني هذا اه ان شاء الله تبرع والقزاله لا الزهره هذه زيدوا لها في البرهان سمعته زيدوا لها في البرهان اه وين روينا يا روانات حبابي خير قعدات لا من فيكم ينعر ويقول لي كلمات يا سيدي يا سيدي يا لالا ربيحة يا لالا خيرة يا اخي طفلة راهي مرضت ومرضت بالاربعة وضربوا هذوك الناس يا سيدي ما سلكوهاش ولا واش اه لازمكم تسلكوها ولا راني ندير لكم ان شاء الله ندير لكم عتروس اكحل قصعة انت عايش حارة بالفرماس نجيبها لكم ما فيها شك سمعت نجيبها لكم دق مدق الروس البق الخامسين بوسك سيق هد الذيب على الرعيان جاب الكرشة والمصران الحينجي والبينجي طيابة العسلية في الزيت والقروي حب القراع ويتفرقع وذا يحبو ذا يرفع حيلين بيلين حمامة صفرون غارفرون كرمة واحد حيدو ثلث بيدو دارا ودرا إنما قرقش عشرة كما عودناكم مشاهدينا نختموا حصة زابلاند بصور غريبة طريفة وكاين حتى اللي مؤثرة. أنا معليا إلا نقولكم تهلاو في روحكم نتلاقاو العدد المقبل سلام.